أمير الفرطوسي، مع أن ماركة التجهيزات التي يرتديها منتخبنا الوطني لا تليق به، قامت إدارة المنتخب بعد انتهاء مباريات التصفيات بسحب التجهيزات من اللاعبين بعد أن خاض اللاعبين بها 4 مباريات في تصفيات المونديال. عجيب، هل نحن في حصار؟ صدق تحكي؟ كارثة هاي. هاي صحيح. بعد إعلامي وعدة مصادره. تحياتنا زميلنا أمير الفرطوسي. هاي إذا حقيقية فمو مو كارثة. كارثة الكوارث يعني ما لها تسمية. ما لها تسمية بضمن القاموس اللي أعرفه. أبداً. منتخب وطني. حتى الفرق الشعبية اليوم، وتحياتنا لكل الفرق الشعبية، ما تسحب الدريز بعد. كل من دريزة عنده يجي لبسه ويلعب. كابتن هاي قلت لك ما عندي مفردة تليق بهذا الموضوع. ها مرة عليك هاي؟ لو هم جديدة. يا هاي. سحب التجهيزات. سحب التجهيزات هاي ما صار. هاي بالفرق الشعبية مع اعتزازي بها الفرق الشعبية. نبات المدرب اللي حافظ عليه هني ضمن يمه. يغسلهن يجيبهن للمباراة. رئيس الفريق. رئيس الفريق. بس تحدث مع المنتخب يعني هذا موضوع خطير جدا، واحنا بلد الخير واحنا يعني زين. اقرا لكم رساله قبل ان نكمل الرسائل. هذه الرساله بستوري لصفحه اللاعب سعد ناطق، نزل صورته مع المنتخب وكاتب: اذا رايت الظالم مستمر في ظلمه فاعرف ان نهايته محتومه.